أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور أعمال الدورة 25 للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يعقد في مملكة البحرين على مدى 3 أيام تحت عنوان موضوع التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي المستدام في عصر التحول الرقمي، وذلك بحضور نحو 1200 من قادة الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية وصانعي السياسات وكبار التنفيذيين والمشرعين وممثلي الهيئات التنظيمية والعديد من المؤسسات المالية والأكاديمية. ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جميع المشاركين في المؤتمر، وتمنيات سموه بأن تسهم نتائج المؤتمر في الارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية ليقوم بدوره في دعم جهود الدول على صعيد التنمية. وأكد سموه أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة أولت قطاع الصيرفة بشقيه التقليدي والإسلامي اهتماما كبيرا، وهيأت البنية التحتية لكي ينطلق قدما إلى الأمام بما يعزز من دور القطاع المالي والمصرفي في خدمة جهود التنمية في البحرين في كافة المجالات. وأضاف سموه أن مملكة البحرين حرصت على توفير المقومات التشريعية والقانونية العصرية التي عززت من قيمة وأثر القطاع المالي والمصرفي في الاقتصاد الوطني، واهتمت بشكل خاص بالصيرفة الإسلامية التي تشهد تناميا ملحوظا على المستويين الإقليمي والدولي.